مرحبا بكم معنا مشاهدينا. موضوعنا الرئيسي لنهار اليوم يأثر فيا بزاف أنا شخصيا، لأنه من التخصص تاعي هو التبرع بالدم. نقول لك أنا مريض بالسكر ما كان نروح نتبرع سي با لابان ما نشقاش نو. اللي عنده مرض السكر ويتبع سواء ريجيم ولا انتراتمون ويكون إيكيليبري، انا كما قال الدكتور يقدر يتبرع كانسان عادي. افون ما نعرف لا فيسي سي كوا، سي ان بروبليم دو سانتي بوبليك، هو مشكل تاع الصحه العموميه، وهذا من حيث الكثره تاعو خاصه عند لي سوجي جون لي ديرنيير زاني. مشاهدينا موضوعنا الان راح يكون حول الافكار الشائعه لخساره الوزن والريجيم، راح نصحوا بعضها وناكدوا البعض الاخر. بقى حتى غذاء يسمى العشيه، هذه نديروها قاعده عامه نمشيو كامل بها. اليوم راح نحكوا على مضادات تخثر الدم وشنو هما الانواع تاعهم، شنو هما الاغذيه اللي ممكن نكونوا ممنوعين في حاله يعني استعمال مضادات تخثر الدم، وثاني نحكوا على بعض الاغذيه ولا بعض يعني المكونات اللي ممكن يساعدوا الدوره الدمويه تاعنا. دكتور هيلب نهار السبت 8 تاع العشيه على شروق تيفي.